السلام عليكم. اليوم راح عندي الجزء الأخير اللي هو جذور التكعيبية، وهذا الجزء الأخير من الفصل الثاني. فعلى مود ننهي هذا الفصل كليته، على مود نفهمه وإن شاء الله يكون فاهمي كليته، نحتاج نسوي مراجعة صغيرة للقبلة للجذور التربيعية، على مود ندخل بالجذور التكعيبية، على مود خلاص بعد ما نقول إنه شنو الجذور التكعيبية وشنو هي الجذور التربيعية، خلاص نعرف وكل شيء. فنروح على الجذور التربيعية. لما أروح على الجذور التربيعية، أني ها شرحت كليته، شرحت الأمثلة والتمارين قلت لكم عليكم، بس شرحت الأمثلة بصورة يعني تفهموها صح؟ زين، فأني شنو أحتاج؟ أني بس أحتاج الخواص. أنا راح أشرح هسه حاليا بس الخواص على مود تفهم أكثر، لأن أنا همين عندي بالجذور التربيعية أكو خواص، فعلى مود نميز بين هاي الخواص وهاي الخواص ونعرف شنو هاي الخواص. فواحدة من الخواص، لما نجي نحكي على الخواص الجذور التربيعية، واحدة من الخواص أول واحدة يقول لي إذا كانت A و B تنتمي ل R، وعرفنا شنو معنات R. إذا تروح على أول فيديو من الفصل الثاني فيشرح أشرح شرحت به شنو معنات R. فإن عندي جذر A B، جذر A B راح يساوينا جذر A في جذر B. طبعا أنا ما أفهم شنو هذا، شنو قاعد تقصد به، والعكس صحيح، يعني العكس صحيح معناته انه جذر بي في جذر اي هنا أنا. زين، حيث اي اكبر او يساوي صفر وبي اكبر او يساوي صفر. مثلا نجي انا هنا، انا احب الامثله، انا ما افهم من هذا الحكي، جذر اي في بي وجذر ما اعرف شنو، هذا ما احبه. اجي على الامثله، ناخذ مثلا انا عندي جذر 15. زين، جذر 15 جاي من جذر 3 في جذر 5. شنو هنا أنا؟ شنو هنا معناته؟ هنا هو شنو شو مسوي؟ مسوي تحليل. شو مسوي؟ ناخذ على جهه نكتب تحليل. انا لما بالامثله او بالتمارين اكو شيء يقول لي حلل لي او يقول لي بسطه، تحليل او تبسيط العدد هو نفس الكلمه. زين، بس مسوي لكم اياها ارتب، بسط وحلل. زين، اثنيناتهم يعطيني نفس المعنى. انه انا شنو اسوي بالتحليل او بالتبسيط؟ عندي مثلا هذا الجذر، جذر 15، جذر 15 جذر كومبلكس، جذر معقد. لا هو به جذر تربيعي، لا هو به جذر تكعيبي، لا هو ما له حل. زين، مثلا اذا تريد بجذر تربيعي ما يطلع لك يعني عدد صح. فانا شنو احتاج؟ انا احتاج حاليا اسوي شنو؟ انا حاليا محتاج اسوي شغله واحده، على مود انا مثلا احلله او ابسطه. زين، لان انا ما اقدر بالسؤال مثلا بالمثال او بالتمرين يعطيني جذر 15 ويقول لي حلله وما اسوي له اي شيء، معناته انا شنو سويت؟ كلش ما سويت. بالتحليل انا شنو انا محتاج من عندكم؟ لما بالتحليل تجون اللي هي هاي اللي هو شو يقول لي؟ يقول لي جذر اي في جذر بي. لما نجي بالتحليل او بالتبسيط وجذر هيك مثل هذا هيك شيء معقد، انا شو اسوي؟ شو اسوي؟ اتذكر من وين جاي هو 15، من وين جاي؟ جاي من ضرب شنو؟ جاي من ضرب 1 في 1، 1 في 2، جاي من ضرب 3 في 5، 3 في 5 15 صح؟ لما انا اجي انا اضرب 3 في 5 يطلع لي 15، فمعناته هو جاي من عندي جذر 15 يساوينا، اكتب اني شنو؟ 3 في 5 واحطها كلها بجذر. زين، هاي جايه ال 15 جايه من 3 في 5، بعدين شو اسوي؟ بعدين اقول انه جايه هي من جذر 3 مضروبه في جذر 5 او جذر 5 في جذر 3، واللي هو هاي، ويقول لك العكس صحيح. هاي ما مقصودها. طبعا اذا واحد يقول لي انا مجبور اكتب هاي الخطوه، اقول لك مو مجبور، تقدر تختصر بهذا الشيء اذا انت تعرف على مود ما ينتقص من عندك درجات وما تقوم تخربط. تحتاج احيانا تكتب هاي الخطوه بالمسائل. زين، اما على مود اذا انت فاهم الماده وخلص شاربها راسا على السريع، شو تسوي؟ تقدر هاي الخطوه مثل هذا الكتاب اللي هو حل. عندكم مثلا جذر 21، جذر 21 هم يعني. زين، ما تقدر، ما له جذر تربيعي. زين، فعلى مود تبسطه جاي من هو من شنو؟ مو مثلا خلينا نقول هنا انا اعطيكم مثال على انه شنو انا قصدي، انه ما له جذر تربيعي. لما انا اجي اقول انا جذر تربيعي له مثلا، لنفرض جد، لنفرض مثلا
16 إلى جذر التربيع. إذا إلى جذر التربيع أو لا، جاي من جد جذر 16 إلى جذر التربيع أو لا، جاي لما أنا أجي أبغى على 16. 16 أربعة في أربعة مش قد يساوينا 16، فمعناته إن هي جاية من شنو؟ أربعة في أربعة صح؟ وبما أنا عندي أربعة في أربعة صح؟ مو أربعة في أربعة، أربعة في أربعة معناتها هي إيش قد؟ عندي بس اثنين عنصرين، فمعناته إنه هي إيش قد؟ أنا أحط هنا أنا أربعة جذر 16 إيش قد راح يطلع لي؟ لأن أنا أريد مثل ما يقولون أي زين، معناته أنا أريد ملخص مالت العنصر مالت العفو قاعد أشرح لكم. ملخص 16 أنا أريد الجذر التربيعي، يعني الجذر التربيعي رقمين مضروبين، رقمين نفس الرقم مضروب مرتين ونطلع لي عدد اللي هو أربعة مضروب نفسه مرتين، أربعة في أربعة طلع لي قد؟ طلع لي 16، فأنا أريد بس واحدة من عندهم الأربعة زين، فأخذنا مثلا هاي الأربعة، أخذنا هاي الأربعة واضح؟ نفس الشيء هي، فأنا بس المهم أنا عندي عنصر واحد رقم واحد من هذني الرقمين زين، نفس الرقم مضروب مرتين شنو هو؟ نفس الرقم في اثنين مضروب مرتين، نفس الرقم مضروب مرتين مثل ما قال شلون أربعة في أربعة مضروب مرتين زين. جذر 21 جاي من سبعة في جذر ثلاثة في ثلاثة زين مضروب وضرب اعتيادي، ولما أنا أجي أحطها تحت الجذر وهنا أني أجي أفصلها أقول جذر ثلاثة في جذر خمسة. نجي على الصورة الثانية من ناحية شنو؟ من ناحية الخواص، عندي أي أكبر أو يساوي صفر وبي أكبر من الصفر، فعندي مثلا جذر أي على بي يساوينا جذر أي على جذر بي والعكس صحيح. مثلا قلت لكم أنا ما فهم هيجي، أنا أروح على أمثلة. هذا أنا قبلها أنا بواحدة من الفيديوهات الحلقة السابقة قلت لكم إنه أقدر أنا أسوي هيجي أو أقدر أسوي هيجي زين، فهي اثنيناتهم طريقتين هي صحيحات. والعكس صحيح مثلا، لأنه هو ما قاعد يقول لكم يعني إنه يعني أقدر إنه أسوي هاي الطريقة هي صحيحة وأقدر أسوي هاي الطريقة وهي صحيحة زين. والعكس صحيح مثلا، أنا لقيت عندي جذر 9 على 25، جذر 9 على 25 أنا أقدر راسي أنا أقول جذر 9 على 25 إذا أنا أعرف راسي أنا أقول 3 على 5، أو أقدر شو أسوي جذر 9 على جذر 25 ويساوي 3 على 5. طبعا هذا الجذر بتربيع 5 في 5 أخذت بس الخمسة، والتسعة جاي من ثلاثة في ثلاثة وأخذنا بس الثلاثة. وكذلك عندي مثال آخر، إذا قال لي مثلا جذر أربعة على جذر تسعة زين يساوينا جذر تسعة على جذر كبير، بس أنا قلت لكم إن هنا أنا عندي جذر كبير مسوي لي وحاط تسعة على خمسة، أما هنا أنا جذر فاصلهم جذر صغير ومسوي لي جذر تسعة أربعة على جذر تسعة، فأربعة جاي من إيش قد؟ جاي من اثنين في اثنين، آخذ رقم واحد من عندهم وهو اثنين. التسعة جاي من اشقال ضرب ثلاثة في ثلاثة واللي هو أنا عندي ثلاثة. نجي على الخاصية رقم أربعة، لما نحكي على واحدة من الخاصيات الأربعة الخواص الجذور التربيعية رقم ثلاثة، عندي مثلا جذر أي في جذر أي شو يساوينا؟ يساوينا أي، وقلت لكم هم أنا ما أعرف. لما نجي على الأمثلة، يعني انا عندي جذر زين وانا اريد اطلع شنو؟ اريد اطلع العدد مالت الرقم، بس اريد اطلع عدد بدون جذر، بدون جذر. لما انا اجي انا عدد بدون جذر اضربه هو مره اضربه بنفسه جذر، جذر ويا جذر زين، اضربه هو الرقم نفسه يعني جذر 8 في جذر 8 ويساوي لنا قد؟ 8. هنا أنا عندي جذر 10 في جذر 10 مش قد راح يسوي لنا 10، أنا أضرب الجذرين مرتين لأن هو جذر تربيعي، فكنا نضرب مرتين يعني مثل ما قبل شوية كنا نطلع مثلا الأربعة جذر الأربعة أضرب مش قد أضرب، قلنا شنو أضرب الاثنين في اثنين مو صحيح، على مش قد يطلع لي اثنين في اثنين على يطلع لي أربعة تمام، فش قد أنا عندي ضربته مرتين. هنا أنا نفس الشيء أنا على مود أطلع
عدد بدون جذر، هذا عدد، هذا عدد بدون جذر خالي من الجذر. أنا لما أطلع عدد بدون خالي من الجذر لازم أضربه مرتين، يعني خمس ثمانية في ثمانية، والجذر راح يطلع جذر ثمانية في جذر ثمانية ويساوي لنا ثمانية، طلعنا عدد بدون جذر. نفس الشيء بالنسبة لجذر 10 في 10. طبعا هنا أنا مثال أنا أقدر أسويه، مثلا جذر 15 أنا أريد أطلع بس 15، بس شو أسوي؟ أجي أقول جذر 15 مضروبة في جذر 15 ويساوي لي ايش قد؟ 15. بصورة بسيطة انا ايش قد طلعت؟ طلعت اني ال 15 زين خالي من الجذر، بس اضربها بنفسه. نقدر نقول ويا جذر 21، ايش اضرب؟ جذر 21 في اضربها جذر 21 ويساوي لنا ايش قد؟ 21. تمام هنا أنا؟ أتمنى هاي فهمناها لحد الآن، اللي هي وصلنا لحد رقم 3، هن 3 خواص إلهم. زين وضحنا، عرفنا. هسه هسه أنا وين أروح؟ أني قلنا ما راح آخذ لا أمثلة ولا غش، ندخل بالجذور التكعيبية. ضيعت تقريبا 11 دقيقة بس على مود أشرح شنو المميزات مع الجذر التكعيب والجذر التربيعي، على مود نعرف الجذور التكعيبية وخواصها. فإذا كان أي تنتمي لR فإن أي عدد مكعب العدد أي يسمى جذرا تكعيبيا للعدد أي. ما له علاقة بها تعريف اثنين اثنين اثنين. واحدة من الأشياء المهمة، واحدة من الأشياء المهمة اللي مع الأسف إحنا ما قاعد نركز عليها زين، الطالب لما يجي مو بس يكتب، لازم يفهم، لازم يفهم صح ولا لأن الرياضيات فهم، ولذلك إحنا قاعد نعاني من عنده، الطلاب قاعد يعانون، وناس يقول لك هذا جينيتك، وناس يقول لك هاي ما اعرف شنو، بس الرياضيات تقدر تفهمها حال باقي المواد صح؟ فما العلاقة لا بالجينات ولا هاي، العلاقة صحيحة يعني اكو ناس ما يفهموا مهما تشرح لهم هاي، بس هذول خلاص هذول هم عقلهم هم يقول لك اني رافض هاي المادة زين اللي هو الرياضيات. اما بالنسبة للرياضيات لازم انت تحبها، لازم انت تفهمها. الفهم بالرياضيات هو أكثر شيء لازم يكون موجود عندك، وعلى مود تفهم لازم تطرح أسئلة، لازم تطرح أسئلة، شلون هذا أجى؟ ليش هذا أجى؟ وليش صار؟ زين؟ فواحدة من مثلا أنا قاعد أشرح لكم على تجربتي، مثلا أنا لما كنت بالصف السادس تجربتي إنه كان المدرس يطب يشرح لنا، طبعا نكتب وياه، يشرح 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 ما يشرح يكتب، مع العلم إنه كان مدرسنا من أفضل الأساتذة زين، يعني لا عيب عليه، يعني ما قاعد أنا عيب عليه لا، بس إنه قصدي الشرح. فلما يجي يكتب كان يكتب مثلا إذا كان أي تنتمي لآر فإن جذر تكعيبي للأي يساوي بي، أنا هاي كليتها ما لها علاقة بها، رأسا كنت أروح على اليمن بدون لا حكي ولا شو اسمه، كنت أروح على الأمثلة وأقعد أفهم شنو قاعد يصير، ليش هذا صار، ما فهمت رجعت شوية شوية رجعت زين. انا هاي قاعد احكي لكم انا طريقتي اللي هو لما كنت ادرس رياضيات، ولا مره فتحت الرياضيات، والحمد لله كانت علاماتي كلها يعني كلها كانت ميات زين، ميات تسعينات ثمانينات ميات من 90، ما تعدت حتى 70 و60 وقلت زين لما حبيتها طبعا، لان قبل ما كنت افهم شلون هي كانت. واحد من الاساتذه اللي هم حبوبوني بيها صديق والدي زين، هو حببني بالرياضيات، هو مدرس وحببني بالرياضيات فتعلمت من عنده هواي، هو اللي شجعني. المهم فأنا قاعد أقول لكم الطريقة مالتي إنه هذا الشرح أوكي، الرياضيات هو هم من تحت الشرح، بس الشرح مو بهذني الشغلات، الشرح بالنظريات بدائرة تحتاج شرح زين. اما من ناحيه التثني ما تحتاج شرح، تحتاج تفهم ليش ها صارت الخطوه زين. فعلى مود احنا نفهم شنو اللي قاعد يصير فنحتاج نروح على امثله ونروح نكتب ونحل ونفهم زين. وكل شيء يصير عندك مثلا ما افتهمته تحط جواه خط وتقول انا ليش هيك صار عندي وهذا ما افتهمته، ترجع زين، ترجع على الكتاب، ترجع على الشرح مال الاستاذ مثلا عندكم خطوه هو شرح لكم اياها بيها. هو هذا الرياضيات، هذا ملخص الرياضيات على مود انت تعرف شلون تفهم، غير هذا صدقني هذا تعريف
هذا يلاحظ، هذان كلها غير شيء زين. أما بالنسبة هاي من ناحية الخواص فهذا مهم، مهم لأن عن طريق أنت قاعد تعرف أنت إيش قاعد تحل زين واضح. فعندي هنا يقول لي تعريف اثنين اثنين، وأنا قاعد أشرح لكم إياها لأن هو موجود من الكتاب، فعلى مود نفهم إحنا إيش قاعد نقرأ همينة واضح. وإضافة أنا ناسي هاي المادة قاريها أنا قبل 7 سنوات 8 سنوات. المهم تعريف اثنين اثنين، إذا كان عندي جذر تكعيب للأي يساوينا بي، فعندي أي تنتمي للآر فإن بي يساوينا جذر التكعيب للأي، حيث بي هو العدد الحقيقي الواحد للمكعب أي، أي إن بي تكعيب يساوينا أي. قلت لكم ما فهمها، يلاحظ أن لكل عدد حقيقي جذر التكعيب هو حيفا مثلا. تذكرون لما جذر التكعيبي، جذر التكعيبي جاي من ضرب رقم نفسه بمرتين. الجذر التكعيبي جاي من ضرب رقم واحد رقم نفسه بثلاث مرات، مثلا ثلاثة، ثلاث مرات مضروبة لثلاثة، على مود جيت تطلع لي، على مود تطلع لي 27. لما أنا أجي أضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة في ثلاثة زين، تسعة في ثلاثة جيت 27. فأنا على مود أفهم الجذر التكعيبي لازم أعرف إنه الجذر التكعيبي رقم جاي من ضرب رقم واحد جاي من ضرب جيت من ضرب نفسه 3 مرات. زين واضح؟ زين عندي مثلا ثلاثة، هذا أقول لكم مثال زين. فهنا أنا شو يقول لي؟ يقول لي مثلا الثلاثة، قلت لكم قبل شوية أنه الثلاثة جاي من ضرب 3 مرات، العفو هنا جذر 27 يساوي لنا ثلاثة صح؟ جذر 27، جذر التكعيب لل 27. انا ما اريد اطلع جذر التكعيب لل 27، اتذكر انه جذر التكعيب لل 27 هو 3. ليش؟ لان جاي من 3 مضروبة بنفسها 3 مرات. واضح؟ اللي يفرق همي انا اضافة بالجذر التكعيبي عن الجذر التربيعي هو لازم تحط الثلاثة، غير هذا يعتبر الاستاذ انه انت حاط جذر تكعيبي وليس تكعيبي. عندكم مثلا هنا عندكم جذر سالب 64، هنا أنا ليش يساوي لنا سالب 4؟ طبعا لما تجي تضرب 4 في 4 يساوي لنا 16، 16 في 4 يطلع لي 64 زين. فلذلك هو جاي من رقم 4. اما هنا أنا ليش السالب؟ السالب على مود نوضحها، انا عندي سالب صح، السالب هم انا تنضرب ويا الرقم ب3 مرات، فأنا هم أنا راح شو أسوي؟ أضرب السالب 3 مرات صح؟ فلما أنا أجي أضرب هذا السالب في السالب إيش قد راح يطلع لي؟ يطلع لي موجب زين معروف صح؟ نضرب سالب في السالب موجب، الموجب في السالب لما أنا أجي أنا أضرب الموجب في السالب هو راح يكون أنا عندي شنو؟ سالب، لذلك صارت عندي الإشارة سالب. والأربعة جاي من ضربها، ضرب الأربعة 3 مرات وطلعت لي اللي هي 64، لذلك هو جذر التكعيب ل 64 هو 4. مثلا انا عندي هذا جذر التكعيبي ل 8 على 125، طبعا انا لما انا اجي الجذر التكعيبي لل 8 على 125 اقدر همي انا اسويه بهاي الطريقه، اكتب 8 على جذر تكعيبي ل 125، بالحالتين أني حلي صحيح. ويساوي 2 على 5، معروف 8 جاي من 3 مرات ضربها اللي هي الاثنين، والمية وخمسة وعشرين اللي هي هبينا 5 في 5 في 5، أي أن 8 على 125 يساوي 2 على 5. ملاحظة، نستنتج بما سبق أنه عندي إذا كان أي أصغر من الصفر فإن بي أصغر من الصفر وهي سالب، رقم سالب يعني بين قوسين. أما إذا كان أي عنصر يعني أي رقم وهذا أكبر من الصفر وبي أيضا هي أكبر من الصفر فهي راح تكون موجب. أي رقم أكبر من الصفر اللي هو مثلا واحد، واحد موجب لسالب موجب. أما أقل من الصفر، صفر أقل من عنده شنو؟ سالب واحد يبدي صح، وسالب واحد هو سالب لموجب، أنا قاعد أقولها سالب واحد هي سالب. ثلاثة
من الملاحظات يقول إذا كان عندي أي يساوينا صفر فإن بي تساوينا صفر، أي رقم يساوينا صفر. زين، فإنه يعني أي رقم يطلع لنا يساوينا صفر. زين، فإن بي تساوينا صفر. من خواص الجذور التكعيبية، شو يقول من خواص الجذور التكعيبية؟ يقول إذا كان هسه راح نحكي خواص، هسه احنا راح نمدي خواص. شو يقول لي رقم واحد؟ رقم واحد يقول لي، يقول إذا كان عندي أني بي تنتمي لـ R، أي بي تنتمي لـ R، فإن الجذر التكعيبي لـ A في B يساوي أن الجذر التكعيبي لـ A في الجذر التكعيبي لـ B، والعكس صحيح، اللي هي نفس الخاصية الأولى للجذور التربيعية، بس بالإضافة هي صارت هاي. خلصنا من عندها؟ واضح، والعكس صحيح. نجي شنو هسه رقم اثنين، لما انا اجي الجذر التكعيبي ل A على B، اقدر اسوي جذر التكعيبي لل A على جذر التكعيبي لل B، و B لا تساوينا صفر، لان اذا صار صفر فمعناته انه الجذر راح كليته بعد ما عندي جذر، المقام صفر فمعناته انا عندي العدد هذا كله يساوينا صفر، هذا بمعنى انه العدد هذا لا يساوي لي صفر، غير اللون، لون قوي. هذا ما معناه انه انا عندي رقم لا يساوي لي صفر. ليش؟ لان اذا صار انا عندي هنا بالمقام صفر فمعناته الحل كليته راح يساوي لي بعد ماكو عندي جذور، ما كل شيء ما عندي، عندي واحد افرض 11 على صفر، ما عندي بعد 11 على صفر، عندي صفر لان المقام صفر، خلاص كل هذا راح. واضح، هاي همينة موجودة بالخواص التربيعية، صح؟ زين، نجي نكمل. ثلاثة، الجذر التكعيبي لل A في الجذر التكعيبي لل A تربيع يساوي الجذر التكعيبي لل A تكعيب ويساوي A. تذكرون أنا لما أنا كان عندي بالتربيعي، زين، غير اللون، تذكرون لما كان انا عندي بالجذر التربيعي، الجذر التربيعي انا مثلا انا على مود اطلع اي، فانا شو اسوي؟ اقول الجذر اي، مو هيجي كان انا عندي، او تذكرون لما كان انا عندي اي اللي هو عنصر، هذا انا على مود اطلع اي، انا اريد اي على مود اطلعها، فانا عندي جايه، مو جايه لعبه، خليني اسوي ايش، جذر اي في جذر اي شو يساوي؟ جذر اي في جذر اي شو يساوي لنا؟ هاي التربيع هسه انا قاعد احكي بالخواص التربيعيه، جذر اي في جذر اي شو يساوي لنا؟ مو قلنا يساوي لنا اي، وقبل شوي اخذناها، لما انا مثلا قلت لكم قبل شوي اخذنا جذر 10 مضروبه في جذر 10، صح؟ وتساوي لنا ايش قد؟ عشرة، صح ولا لا؟ اللي هو حتى قبل شوية أخذنا ال 15 جذر 15 وقلنا ما نقدر أسويها جذر 15 في جذر 15 سوينا 15، صح؟ من اللي بنعلم، والعكس صحيح. بالجذور التكعيبية أنا عندي، في الجذور التكعيبية أنا راح يصير عندي الموضوع مختلف، عندي جذر يصير عندي هيج، جذر اي تكعيب مضروبة جذر اي تكعيب مضروبة جذر اي تكعيب،
تساوينا؟ شو تساوينا؟ تساوينا اي، واضح؟ عندي جذر تكعيبي في اي، جذر تكعيبي في اي، جذر تكعيبي في اي، وراح يطلع انه هو العدد اي. ناخذ مثال، اخذ لكم مثال عمود تفهمون. عندي مثلا جذر التكعيبي المن، نفرض 10 في جذر تكعيبي المن للعشرة مضروبة في شنو؟ جذر تكعيبي المن للعشرة. وش قد راح تساوي لنا؟ جذر تكعيبي في العشرة، جذر تكعيبي للعشرة مضروبة في جذر تكعيبي العشرة مضروبة في جذر تكعيبي العشرة، وين راح يساوي لنا؟ ايش قد؟ 10. هذا بما معناه هنا اللي هو شو مسوي؟ هنا مسوي لكم بس حاط لكم تربيع، يعني جاي من جذر اي في اي. زين، هذا بما معناه. وعند الاسس تجمع فراحة الرفع، فراح مسوي لي اياها جذر اي تربيع. زين، بس هو مفكوك، يعني جذر اي في اي. اوكي، واضح حسن هنا أنا؟ هذا بما معناه اللي هي الخاصية رقم 3، واللي هاي هسه راح نشوفها موجودة بهاي الخاصية. أما 3 يقول لي جذر التكعيب للأي مضروبة في جذر التكعيب للأي، ويساوي لنا جذر التكعيب للأي تربيع لا يساوي لنا أي. أنا على مود أطلع قبل شوية، على مود أطلع ال أي أو رقم 10 بالجذر التربيعي، ضربته مرتين حالة حالة، أنت قاعد تطلع لي مثلا 27. جاي من ايش قد؟ 3 في 3 في 3، صح؟ هاي بالنسبة العفو، انا قاعد اشرح تربيع. في التربيع حالة انا قاعد اشرح هسه حاليا لهذا المثال اللي هو التربيع، لما كنا قبل شوية مثلا اطلع مثلا 16 اللي هو كان ايش قد جاي؟ جاي من 16، جاي من ايش قد؟ 4 في 4، فهنا انا عندي 4 في 4 ايش قد راح يطلع لي؟ 16. زين، مو قبل اخذنا رقمين، مو الرقم اللي هو الاربعه ضربته مرتين على مطلع على 14، عم مطلع على 16. هنا نفس الشيء، هم بين جذر 10 في جذر 10 مرتين على مطلع على 10. هنا مثلا 27، ال 27 انا ايش كم مره ضرب راح اضربها؟ ايش كم مره راح اضرب 3 على مطلع على 27؟ اضربها 3 مرات، 3 في 3 في 3. نفس الشيء انا هنا على مود اطلع اي لازم اضربها 3 مرات، مثل ما هذا المثال 10 في جذر 10، جذر التكعيب العشرة في جذر التكعيب العشرة في جذر التكعيب العشرة، على مو يطلع لي 3 مرات. زين، على مو يطلع لي آخر شيء ضربت 3 مرات على يطلع لي 10 اللي هي أي، يعني واضح اللي هو يعني شنو يكون بدون جذر، واضح؟ أما هاي الخطوة الرابعة فهي يقول لكم هاي مو من الخواص، إنه جذر أضربه مرتين ويساوي لي الجذر التكعيبي للأي، هذا غلط. زين، ما يساوي لي الجذر التكعيبي للأي تربيع ولا يساوي لي أي. زين، هذا يساوي لي الجذر التكعيبي للأي تربيع بس ما يساوي لي الأي، العفو ما يساوي لي الأي، يعني أهم شيء أنا عندي أي يساوي لي الجذر التكعيبي للأي تربيع، واضح؟ مثل ما هاي قبل شوية، ما هاي عندي جذر الأي تربيع، الجذر التكعيبي للأي تربيع جاي من الجذر التكعيبي للأي في جذر التكعيبي للأي. زين، بس أنا على مود أطلع أي لازم أسويها 3 مرات، أضربها 3 مرات، يعني واحدة أضربها في جد فيها اللي هي ملخصها. زين، جذر التكعيبي للأي، جذر التكعيبي للأي، جذر التكعيبي للأي على مود تطلع لي أي. هسه راح ندخل على التمارين، أتمنى هاي وضحت لكم على الأمثلة. بسط المقدار الآتي، يقول نحلل الأعداد اللي هي 54 و16 و128 إلى عاملين أحدهما مكعب كامل على الأقل. هنا يقول بسط المقدار، قلت لكم بسط المقدار، تحليل هو كله نفس الشيء. ف
فيقول لي الجذر التكعيبي لل 54 ناقصا 3، الجذر التكعيبي لل 16 ناقصا 4، الجذر التكعيبي لل 128. هنا انا هلالي واحد يقول لي انا شلون انا اعرف، انا قاعد كل ساعه اجي اقعد اقراهن، او مثلا شو اسمه اقول لكم ان الارقام هنا نفسها راح يجن، اللي هن 54 و16 و128 بالوزاره هنا نفسها راح يجن، ما راح اغيره، ما راح اجيب لكم الجذر التكعيبي مثلا ل 1000 او الجذر التكعيبي ل 2127 مثلا، ما راح اجيب لكم هيك ان شاء الله، راح اجيب لكم 54 16 128، هذا ماكسيموم ال 128. زين واضح؟ فعندكم مثلا 128، لما نجي نحكي على المبسط هذا المقدار، فانا على مود ابسط هذا المقدار انا اعرف، حاولوا يا اما تحفظون يا اما تعرفون من وين جاي، جاي من اي ضرب رقمين على مود يطلع لي مثلا 54، مثلا 54 جاي من 27 في 2، واضح؟ 27 في 2 يطلع لي ايش قد؟ 54، واضح؟ فانا عندي مثلا ال 54 جاي من ايش قد؟ انا يعني انا الجذر التكعيبي ال 54 ماله جذر، ماله جذر تكعيبي. فعلى مود انا واحد من الامور انه انا شو اسوي؟ لازم احلل، لما انا احلله اجي شو اسوي؟ اما اضربه بنفسه 3 مرات اقول جذر التكعيبي 54، جذر التكعيبي 54، جذر التكعيبي 54، وهذا يطلع لي 54، وهذا هو حاليا ما مطلوب من عندكم. ليش؟ لان هو ما قاعد يقول لك انه طلع لي جذر التكعيبي ال 54 يعني باسهل صوره، هذا يسموه اسهل صوره، هو طبعا يريدك تطلعها مرارة، لما اخر شيء شنو تطلع روحك، صح؟ لازم تفكر. فعلى هذا الحكي فاحنا كلنا نطلع ال 54 على السريع. زين؟ فهذا الموضوع شيله من دماغك، فتفكر بالعامل الثاني اللي هو انه انت شو تسوي؟ ال 54 من شنو جاي؟ من اي رقمين مضروب؟ اني راح يطلع لي 54، رقمين مضروبات يطلع لي 54. زين؟ الرقمين انا عندي مثلا 27 في 2، 27 في 2 يطلع لي 54. فانا احط زين؟ الجذر التكعيبي لل 27 في 2، طبعا هنا انا ما اختار اي رقمين. زين؟ مثلا عندكم هاي 16 اللي هو على السريع. شو اقدر اقول؟ جاي 4 في 4 صح؟ 16، بس انا عندي تكعيبي واثنيناتها ما راح يطلع لي، راح يصير عندي جذر تكعيبي للاربعه وجذر تكعيبي للاربعه، واثنيناتها ما راح يطلع لي، ما راح يطلع لي كجذر تكعيبي. انا اريد جذر تكعيبي، اريد رقم يضرب 3 مرات يطلع لي هذا الرقم، وهذا ما عندي. فانا اختار الطريقه الثانيه اللي هو مثلا في 16 اضرب 8 في 2 صح؟ 8 في 2 16، ال 8 اقدر احللها الى جذر تكعيبي زين، واقدر اطلعها ايش قد؟ شو تصير عندي؟ تصير 2، وال2 تبقى هي خليها تحت الجذر التكعيبي، ما يخالف انا قابل فيه صح؟ هيك شيء يعني. فانا عندي مثلا الجذر التكعيبي، قلت لكم لما انا اجي اختار الرقم اللي يطلع لي رقم على الجذر التكعيبي، فمثلا انا عندي الجذر التكعيبي 27 في 2، فعندي ال 54 جاي من الجذر جاي من 27 في 2، فاحطهم تحت الجذر التكعيبي واجي اني افصلهم، بس احط كل واحده تحت جذر واسميهم تكعيبي صح؟ فالجذر التكعيبي لل 27 ايش قد انا عندي؟ عندي 3، اما الجذر التكعيبي لل 2 فهذا يبقى هو نفسه، ولما اجي اضربهم اثنيناتهم فيطلع لي 3 جذر تكعيبي لل 2. نجي مثلا على 16، 16 قلت لكم هم قلت لكم جاي من 4 في 4، بس احنا ناخذ الرقم اللي يفيدنا ونطلع بيه جذر تكعيبي، مثلا عندي ال 8، ال 8 عندي جذرها ايش قد؟ 2، واضربها في 2 لان ال 2 انا بالضرب بالضرب زين، فال 8 في 2 في ال 2 هي راح تبقى ما لها اي جذر تكعيبي، فبقيها نفسها وجذر تكعيبي لل 2 ويساوي 2 جذر تكعيبي لل 2. عندي جذر التكعيبي لل 128 ويساوي 3 128 جاي من ايش قد؟ جاي من 64 في 2، جاي من شنو؟ جاي من ال 64 في 2، ولما نحكي على 64 جاي من ايش قد؟ جاي من 4 في 4 في 4، ال 64 جاي من 4 في 4 في 4، لذلك اخذنا ايش قد؟ الرقم 4، يعني هو كان هيجي
راح اكتبها هنا على صورة تحليلية اكثر اوسع. تشارج اللي هو 64 مضروبة في 2، وهنا نجد تكعيبي ما ننسى، ويساوي ان حطيتها بهاي الصورة. انا هسه راح ارجع حطيتها بهاي الصورة اللي هو فصلتها، قلنا جذر التكعيب الـ64 في جذر التكعيب الـ2، جذر التكعيب الـ2 هو يبقى نفسه صح؟ اما انا عندي بنية ادي لجنبها على الـ64، الـ64 انا اعرفها طبعا، انا خما غشيم على مود اكتب بس 64 وهيج، لا الـ64 اعرف انه هي جاي من 4 في 4 في 4، ايش كم مره ضربها الاربعه؟ 3 مرات، فمعناته الجذر التكعيبي للـ64 هو 4، واضح؟ هاي انتهينا بالعده، واللي هو يصير عندي 4 جذر تكعيبي لـ2. نيجي على انا هسه خلصت من جذر التكعيبي الـ64، انباوع على اخر اشي هذا، انباوع على شنو؟ وانصحكم بعد كل عملية تحليل، بعد كل عملية لما تجون تحللون كل رقم مثل هذا الحل، هذا الحل هو الأرتب اللي هو يسوي لكم غلط، لما تحللون كل رقم على حدة على جانب يكون عندكم التحليل صح والرقم يكون صح زين وحلكم يكون صح، وآخر كل شيء بحيث إنه بعد ما ترجع على الخطوات تحطوه تحت مكعب زين، الرقم تحطه مكعب، الدورة مكعب البطار، فيطلع لكم. أنا هنا نهاية سويت فيها فهي نفس هذا، فراح أحطه تحت مكعب، فبعد ما بوع على هذا خلاص أبوع على من؟ أبوع على المكعب، أبوع على المكعب. فلما أنا أجي أكتب إذا، لما أجي أكتب هذني بهاي الصورة هذا أجي أكتبه مرة ثانية، وبعدين أنزل تحت كل واحد أنا سويت العدد مالته اللي هو مثلا جذر التكعيبي ل 45 العفو 54 زين، فايش قد انا عندي؟ عندي 3 جذر، 3 جذر التكعيبي لـ2 ناقصا عندي 3 جذر التكعيبي لـ16 اللي هو 2 جذر التكعيبي لـ2 ناقصا 4 جذر التكعيبي لـ2 4 جذر التكعيبي لـ228 نزل 4 راح يكون هنا، لما الـ4 اجي اضربها في 4 ليش؟ لان صارت انا جيت عندي انا حللت بس انا بعد عندي الـ4 هاي الـ4 اجي اضربها في هاي الـ4، يعني 4 يصير عندي في جد في 4 اللي هي هاي جاية اللي هو نفتح قوس 4 أنا عندي بالرياضيات بعد الدقيقة 30 الحاسبة تهنك ما أعرف ليش، أو البروجرام يعني هو هذه هنك. المهم فأنا عندي هنا جيت 4، كنا نفتح قوس وش أكتب أنا؟ أكتب هذا العدد اللي هو 4 صح؟ الجذر التكعيبي للاثنين جذر التكعيب للاثنين، فانا اجي ادخل منو؟ ادخل 4، الـ4 خما تدخل بالجذر تدخل بهاي زين، تدخل بالـ4 يعني 4 في 4 جد 16، وراح يكون انا عندي جد الرقم راح يكون انا عندي 16 زين، اللي هو هاي الخطوة بس انا ما ضربها، يعني يكون انا عندي 16 الجذر التكعيبي المن للاثنين. فهسه انا عندي استعداد انه انا امشي شو اسوي؟ اقعد اجمع واطرح، وهاي كذلك الثلاثة انا نسيتها، الثلاثة هم يعني لما نجي ندخلها هنا أنا ناقص الحط، لما انا اجي ادخل الناقص العفو هذا الثلاثة في الرقم اللي انا طلعته من الجذر، بس جذر ايش قد؟ بس جذر انا طلعت بس جذر 16، ما طلعت 3 جذر 16، فجذر 16
طلعناه اللي هو 2 جذر تكعبي للاثنين، واجي اضربه 3 في 2 6. جذر التكعبي المن للاثنين. انا هسه حاليا جاهز انه انا بس ابدي شو اسوي، بس ابدي اجمع واطرح. لما انا اجي انا عندي 3، زين صار عندي 3 زائد 6 ايش قد؟ 3 زائد 6 ايش قد؟ صار عندي 3، زين هنا أنا عندي إشارة ناقص، 3 ناقص 6 ايش قد؟ 3 صح؟ صار الإشارة راح تكون هي الأكبر اللي هي 6، أنا عندي ناقص راح يكون أنا عندي، فالإشارة هي الأكبر 6 أكبر من 3، فالإشارة راح تكون موجودة فيكون عندي 3. وبعدها أنا عندي ناقص 16، ناقص ايش قد؟ 16. والناقص ويا الناقص يصير عندي جمع، فلذلك عندي ناقص ويا ناقص يتجمع وتبقى الإشارة، وراح يكون عندي سالب 19 جذر 2. ملاحظة أخيرة، أنت ما تجمع لي جذر، مثلا أنا عندي جذر 2 ناقصا لنفرض جذر 5، وأنا عندي مثلا هنا عندي 3، وهنا أنا عندي 4. ما تقعد تجمع لي ولا تقعد تطرح، ليش؟ لأن أنا عندي جذر مختلف، أنا عندي جذر 2، وهنا أنا ايش قد عندي؟ أنا عندي جذر 5. فننتبه على الجذور تكون واحدة لازم على مود نسويها هالطريقة. نجي نكمل مثال رقم 2، بسط المقدار التالي. عندي مثلا عندي المثال هذا اللي هو يقول 5 جذر التكعيبي لواحد على 16 ناقصا جذر التكعيبي ل 32 ناقصا 3 جذر التكعيبي لنص على لنص سالب 1 على 2. هذا المثال راح شو نسوي؟ نتيجة عندي السيستم شوي قاعد يكون تعبان وقاعد يخربط، ف راح أخليه هو وهذا المثال رقم الثالث ونحل التمارين إن شاء الله وياكم سوية بالحلقة الجاية، زين اللي هو هسه راح أسويها. فهسه راح أسوي مثال رقم 2، لأن مثال رقم 2 يحتاج لشوية صفنة وقاعدة حلوة، زين يحتاج له على مود فهم أكثر، لأن مثال رقم 2 دي فكرة، زين إضافة لمثال رقم 3. فهسه راح نشوف شنو مثال رقم 2 ومثال رقم 3، ونشوفكم بالحلقة الجاية. خليكم بي. مع السلامة.